طبعا الدوري ما يخفى عليك ولا على الأخوة الجماهير انه بدأ بداية متأخرة. احنا اليوم 27 10 مضبوط 26 26 دخلنا ب 7 راح ندخل ب 27 10. الدوري متأخر والدوري من 20 فريق. يمكن كل الفرق عرفت انه الدوري قبل اسبوعين عرفوا راح يبدي الدوري في هذا اليوم. يمكن الدوري ضمن 20 فريق وكل فريق راح يلعب 38 مباراة. ال 30 مباراة بيها توقفات كثيرة للمشاركة المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني. طبعا. خلي هيك شيء بس ناخذ فكرة انه شو وقت راح ينتهي دورينا هذا الموسم. إذا ما علمنا انه حسب تصريحات الأخوة باتحاد كرة القدم الفرق اللي راح تلعب في بطولة الأندية الآسيوية أو الاتحاد الآسيوي راح يسووا لها بلاي اوف. وانا هذه بدعة البلاي اوف انا ما عارفها لحد الان بدعة؟ اي ليش؟ ايه. يقولون خمس فرق وبلاي اوف. عادة البلاي اوف يراد لها رقم زوج صحيح، يعني اقابلك مباراتين اقول اللي فايز من اثنين اثنين من ثلاثة ويروح او مباراة واحدة وياخذ البطاقة. صحيح. إذا كانت أكو مسألة مهمة جدا أخي علي وخلي أراجعها وياك ضمن المنهاج اتحاد كرة القدم أو اللائحة، يقولون مثلا بطل الدوري يروح للآسيا، بطل الكأس، يعني اللائحة شو تقول؟ أوكي. الآن ماكو باللائحة بالسنين اللي فاتت أكو شيء اسمه بلاي أوف، مو موجود. أرادوا يقلصون الفرق، قالوا لا الهيئة العامة ما توافق على تقليص الفرق 16 ولا 18. أصرت الأندية عليهم على 20 فريق. أرادوا يطورون كرة القدم، أرادوا يسوون تغيير. هل دورينا يتحمل 20 فريق؟ مدى نقدر نكمل الدوري بعشرة أشهر احنا؟ زين، إذا تريد تقلص هناك أكو اعتراضات، يقول لك لا القانون ما يسمح. زي. اوكي، القانون البلاي اوف منين جبتوه؟ هاي نقطة. النقطة العام إذا تتذكر عادة عندهم لائحة اللي ينزلون اثنين ويصعدون اثنين. صحيح. مو؟ العام الماضي من اجت هوك لعب ويا أمانة بغداد. من اجيتوا هاي بدعة، كلها بدعة. لعبتوا ال 18 مع الفريق اللي ما صعد اللي هو هوك. مباراة فاصلة وفازت هوك على أمانة، الأمانة نزلت. ولا الأمانة ما المفروض هو نزل فريقين، الأمانة ما يبقى. هذا الموسم ليش ما سويتوها؟ إذا هي اجتهادات. ضمن هاي الاجتهادات هاي قلت لك عليها سالي بلاي أوف، أنا لحد الآن طريقة البلاي أوف ما أعرفها. نقطة مهمة جدا أخرى. الدوري العام بدأ يعني بنهاية السابع يلا انتهى الدوري. وإحنا نحلل الدوري. زين. إذا أنت تيجي تشارك بالبطولة الآسيوية سواء الاتحاد الآسيوي أو الأندية الآسيوية وأنت لحد الآن ينتهى الدوري وعندك البلاي أوف حتى تحدد الأسماء، الاتحاد الآسيوي مع نهاية الشهر الخامس يقول لك، يخاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم يقول له أعطيني أسماء الفرق اللي راح يشارك بالأندية الآسيوية أو الاتحاد الآسيوي. أنت لحد الآن الدوري ما عندك منتهي، أنت ما تعرف ولا مرحلة البلاي أوف أنت بعدك ما واصل له، لأنه هذه تصير بالشهر السابع. هذا جانب. الاتحاد الآسيوي يقول لك الفرق المشاركة اللي راح يشارك راح تعطيني أسماء، أعطيني أسماء اللاعبين القائمة، اللاعبين اللي راح أسجل أنت سجل. إذن هي مشكلة تتبع مشكلة. مين؟ زين. يعني هي حلقات واحدة مرتبطة. طبعا. هيثم حياك الله مرة أخرى.